وخلونا نتكلم بقى في ملف تاني، وهي الخطوات اللي بتحصل في التحول الرقمي. في خدمات بتقدمها الحكومة للمواطن، من ضمنها كارت الفلاح اللي بيساعد المزارع انه يحصل على الدعم المخصص ليه من الأسمدة والمستلزمات الزراعية. كمان بيوفر قروض ميسرة للمزارعين وبيساعد في زيادة الإنتاجية. وصلنا لحد فين بقى في منظومة كارت الفلاح؟ ده اللي عايزين نعرفه من الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، وصباح الخير على مصر وعلى الشعب مصر العظيم وعلى حضرتك وعلى السادة المشاهدين وأعضاء القناة المحترمة. أهلا بيك يا فندم. في البداية حابين نعرف من حضرتك يعني إيه كارت الفلاح، يعني وإمتى هيبتدي تطبيقه؟ هو كارت الفلاح ابتدى تطبيقه من 2016، ابتدى الشغل فيه وتم اطلاقه في اول محافظتين في 2019، وتم تعميمه من حوالي سنه. هو يعني معمم على مستوى الجمهوريه، وهو عباره عن تحويل البطاقه الورقيه، البطاقه الحياده الورقيه، الى بطاقه ممكنه كما تم في البطاقه في المرتبات وفي التومين وما شابه ذلك، تمشينا مع سياسه الدوله في الميكنة والرحمنة والتحول والتحول الرقمي والشمول المالي. والحمد لله تم إضافة كارت ميزة لنفس كارت الفلاح، يبقى الفلاح عنده الكارت اللي هو فيه حيازته وفيه الحصر الزراعي بتاعه، وفي معلوماته الخاصة بيه وحصره ونباتاته وأسمدته، وبرضه في نفس الوقت فيه حساب بنكي مرفق. دكتور محمد، يعني دكتور محمد، خلينا لينا هنا وقفة، بما أن حضرتك تطرقت لموضوع الأسمدة، ويمكن أثناء افتتاح كمان السيد الرئيس الافتتاح الرسمي لمشروع مستقبل مصر كان في حديث على التقاوي المعتمدة. هل دي مزايا بتضاف لكارت الفلاح، ولا إيه الاستفادة اللي بيستفيد منها الفلاح بمجرد حصوله على هذا الكارت؟ يعني هو بوجود الكارت أو عدم وجوده، الدولة ومثلا وزارة الزراعة بتقدم للفلاح كل الخدمات، منها التقاوي، منها الأسمدة، منها الإرشاد سواء المحاضرات أو المرور للزملاء في الإرشاد أو في البحوث أو الحقول الإرشادية أو ما شابه ذلك. كل الدعم تقدمه الوزارة ده ثابت من قبل ما ندخل في الميكنة، لكن ابتدينا بيه علشان الحاجة الوحيدة اللي يعني اللي احنا عايزين نجرب عليها عشان بس تبقى المنظومة يعني فيها فايدة وما بقاش ليها أي سلبيات. فاحنا قمنا إجراء الكارت على الأسمدة فقط في الفترة السابقة، لكن متطلعين في الفترة القادمة إضافة كل ما يهم الفلاح ويخصه على هذا الكارت، يعني دعم نقدي، دعم عيني، تقاوي، مبيدات، يدخل مثلا ياخد قروض من البنوك، يستخدم الكارت مباشرة، كل الخدمات. برضو تم إلحاق كارت ميزة بهذا الكارت ليستخدمه في الاستخدامات العادية، مثلا ليه مثلا فلوس توريد يبقى ياخدها على الكارت. ان شاء الله مستهدفين الموسم القادم والمواسم القادمه تبقى العمليه كلها مميكنه، يبقى فيها تحول رقم وشمول مالي، يعني يورد القمح ياخد فلوسه على الكارت. بس طبعا الموسم ده احنا اتزنقنا لسه ما خلصناش، يعني هو موسم استثنائي كمان يعني. طب يا فندم، يعني عشان بس الناس بتتفرج علينا دلوقتي، ايه الخطوات اللي ممكن يعملها الفلاح دلوقتي عشان يطلع الكارت ده؟ الجهات ايه بيتم استخراج الكارت منها؟ ايه هي؟ هو احنا الحمد لله وزاره الزراعه بنسجل الحيازه اللي موجوده عندنا في الدفاتر وبنطلع لها كارت طالما وجد الرقم القومي، والحمد لله احنا لحد النهارده يعني عاملين اكثر من 4.5 مليون حيازه تم تسجيلها على المنظومه. فبتقوم حاليا الوضع الجديد ان احنا بتقوم وزاره الزراعه بتسجيل هذه الحيازات، وبتوجه المواطن لافرع البنك، وبس التوجه ده يعني على اول 6 ان شاء الله. ده كنا بالاول احنا بنطبع وهو بيروح يستلم الكارت من فروع البنك الزراعي، لان فيه بيننا وبينهم يعني المزارعين او الفلاحين اللي عايزين يستخرجوا الكارت ده دلوقتي بيروحوا بيتوجهوا لوزاره الزراعه، بيطلع لهم منها الكارت صح؟ هو بيروح الاول الجمعيه بتاعته يتاكد ان الزميل في الجمعيه تم تسجيل الحيازه بتاعته على المنظومه، لان كل جمعيه زراعيه في مصر فيها تابلت بيتم تسجيل عليه الحيازات الزراعيه والبيع والشراء والاستقطاعات، وبرضه بينزل عليها الحصر الزراعي. فكل شيء حاليا في وزاره الزراعه ممايكن، مجرد ما الزميل بيحط اي اجراء على التابلت بيسمع في الوزاره وفي المديريه وفي كل جهات الدوله المربوطه بهذه المنظومه. في نفس الوقت في مكنه BYOS، هذه المكنه بيصرف بها حاليا الاسمده، لكن بنجهزها انها تقوم بكل العمليات زيها زي اي مكنه
في موضوع الشحن وموضوع سحب الفلوس، يعني تبقى اعتبر بنك صغير موجود في الجامعية. نعم. طيب دكتور محمد معلش، يعني خطوه خطوه او واحده واحده عشان نفهم برضو يعني اهلنا من الفلاحين اللي بيتفرجوا علينا في المحافظات المختلفه. دلوقتي انا بمجرد حصولي على هذا الكارت ممكن نقدر نقول ان ده بمثابه اثبات للحيازه الزراعيه الخاصه بالملكيه الزراعيه بتاعتي، ومن ثم هيبقى في مزايا اخرى زي توفير السماد المدعم زي التقاوي المعتمده وغيرها من المزايا المتعدده، بالاضافه لتوريد محصول القمح على يعني كارت ميزه المرتبط بكارت الفلاح، صح كده؟ تمام. هو احنا بنقول ان هو كان بيستخدم كارت ورقي. نعم. يعني كان صعب ان احنا نطلع على بياناته بسرعه وبيانات الجمعيه الا بوصول لجنه لحد الجمعيه او ان احنا بنطلب البيانات وتصل لنا الوزاره او المديريه ورقيا، لكن حاليا الزملاء في الجمعيات كل واحد في جمعيته في معاه تابلت بيدخل بيان القمح، يدخل بيان الاسمده، صرفوا اسمده، فبتوصل لنا البيانات على السيستم باللحظه ومين اللي صرف، ويعني لما كارت يتعامل على المكنه ويسحب مثلا شكارتين او ثلاثه مثلا او واكيد يا دكتور كمان فكره تحديد بيسمع عندنا ان هذا الرجل اخذ مثلا 5 شكاير فلان الفلاني للمحصول الفلاني، ففي دقه في البيانات وسرعه في تلقي البيانات والحصر بيبقى دقيق عندنا وسريع. لا وهنا كمان اكيد يا دكتور ده بيساعد على فكره يعني الحفاظ وتعظيم الاستفاده من الاسمده وغيرها، لان لما يبقى عندي فلاح مثلا عنده قراطين ارض غير واحد عنده فدان، اللي هياخد هنا اسمده ومبيدات غير اللي هياخد الفدان، صح كده؟ هو احنا بندي على حاجتين، الاسمده بياخدها الفلاح حسب الحيازه على مساحته وعلى نوع المحصول المنزرع داخل المساحه. نعم. يعني مثلا ادي مثال عشان الناس تبقى فاهماه، مثلا اتفضل. يعني عندي فدان برسيم في الشتاء ما بياخدش، انه ليس له مقر سماد. فدان مثلا بقوليات بياخد شكاره، مثلا فدان قمح بياخد 3، في الصيف عندنا الذره بياخدوا 5، فهي القصه القصب 13 شكاره، فهي قصه مساحه ومحصول. ولذلك بشوف المحصول ده حسيته المحصول ده مقرره كامل الفدان وبضرب في المساحه بتاعته، يعني بربط الحاجتين مع بعض عشان اديله كميته المسموح بيها، انه اضرب المساحه في المقرر السمادي لهذا المحصول. وفي دعم للسماد ده؟ السماد المزارع بيستلمه لليوريا 240 جنيه وللنترات 235 جنيه، هذا السعر مدعم لان الشكاره بتوصل ثمنها الحقيقي خد بالك ل 4000 ل 400 جنيه و 450 وهكذا. طيب دكتور محمد، يعني التحول الرقمي ده او المنظومه الرقميه دي ازاي بتفيد الدوله؟ بتفيد الدوله. يعني مبدئيا احنا كنا مثلا يوصل لنا بيان النهارده من كل المحافظات، كل المحافظات النهارده مثلا تبعت فاكس تقول ان عندي مثلا حصاد القمح كذا. انا كده غير متيقن في الوزاره كراي متخذ قرار مع قرار، غير متيقن من هذا البيان طلع من القريه يوم ايه؟ وهل طلع من القريه في يوم واحد ولا في حاجه من اسبوع؟ في حاجه فهنا في في اخذ البيان في عدم دقه، ممكن يسقط رقم ممكن يزيد صفر، لكن في القريه بتاعته احنا عندنا حوالي 5700 تابلت منشورين على مستوى الجمهوريه، كل تابلت في جمعيه. الزميل بيدخل فبالتالي احنا كده احنا بنبقى عارفين احنا اشتغلنا بقد ايه وطلع انتاج من عندنا قد ايه، فبنبقى قاعدين نعمل منه حاجه تنبؤ كده السنه الجايه احنا محتاجين قد ايه، صح كده؟ هو مجرد ما بيدخل فدان قمح عند الحاج محمد ويضغط انتر بيسمع كل البيانات في هذه اللحظه. فانا اول ما ادخل على السيستم بسحب تقرير اعرف ان هو هذا التقرير المحدث لاخر لحظه وكله لحد النهارده، ما فيش تفاوت في البيانات، في دقه، ما فيش اخطاء، فيه وصول الدعم لمستحقينه، في بيانات يعني مثلا برضه احنا بنحصل كل المحاصيل زي الكمون والطبيه والعطريه والقصب والبنجر، كل المحاصيل بتتم حصرها بيبقى عندي بيان كامل. ده كمان احنا دلوقتي عندنا بيان، يبقى بيان كامل باسم الراجل وعنوانه ورقم موبايله ومساحته وانتاجيه متوقعه، وبعد كده هنضيف خدمات ارشاديه نضيف خدمات ارشاديه في بعض البرامج الذكاء الاصطناعي. يعني في نهضه غير مسبوقه في وزاره الزراعه، يعني حاجه عظيمه جدا في هذه الفتره من يعني تاريخ هذه الأمة. اكيد يا دكتور محمد، وده لا يخفى على احد، يعني كلنا شايفين التطور التكنولوجي ده غير استخدام اساليب الري الحديثه في المحاصيل المختلفه كمان، لكن حضرتك قلت ان البدايه كانت بالاسمده، يعني الكارت الفلاح النهارده بيحصل
يحصل على السماد المدعم من الدولة. نقدر نحدد أو في رقم موجود دلوقتي لنسبة الإهدار اللي كانت موجودة، إزاي أنا النهاردة قدرت اللي أنا أتلاشى هذه النسبة؟ طيب السماد اللي كان موجود النهاردة بقى يتوزع طبقا للمقننات أو الحيازة الخاصة بكل فلاح موجود على المثبتة على كارت الفلاح. النهاردة أقدر أقول أنا وفرت قد إيه من الإهدار اللي كان موجود في الأسمدة تحديدا في الأعوام السابقة؟ هو أنا عملت حاجتين. نعم. في توفير للأسمدة المهدرة وتوفير لتصرف الأسمدة بشكل غير قانوني، وبرضه الفلاح كان أخذ حقه حاليا، لأن كان عندي مثلا محصول بياخد 3 شكاير و10 كيلو، فكان ما يقدرش يديله 10 كيلو مش عارف له طريقة قانونية، لا الكمبيوتر بيحسب له بالكيلو، ولما يوصل اللي هم الفرط 10 هنا و15 هنا يوصل 25 كيلو بيديله شكارة، ويبقى لما كده يعمل له حصر جديد سواء في الموسم ده أو الموسم التالي بيخصم منه، يعني لو كيلو الفلاح كيلو بيحافظ له عليه. في نفس الوقت الحيازات ان كان في حيازه وهميه او في بيانات غلط، فما يعني ايه بتبقى حاليا في دقه وكده في بيخاف ليه. في الاول كان كل الموضوع ورق فعادي، ولما تيجي لجنه يبقى ربنا يسهلها ممكن يقول لك انا الراي بتاع الدفاتره عنده جنازه النهارده، لكن هو دلوقتي بيوضع البيان يوميا يوميا وباللحظه وبالساعه بيحطه على المنظومه، ويا ما اتحط على المنظومه ما لهوش غير انه يا اما يقول ياكده او ينفيه، يعني اتوضع على المنظومه والسجل ما يعرفش يرجعه، وبعد كده بيسجل اصبح ما فيش تلاعب. النهارده مثلا لو انت الوقت داخلين على موسم الذره هيزرع الذره في 1/6 فبيسجله يوم 2/6 مثلا، ما يقدرش يلغيه على المنظومه ولا يتراجع فيه ولا، وبعد كده احنا بنفتش الجمعيات بهذه الطريقه بالتابلت وبالتقارير اللي عندنا غير الاول، الله اعلم هو البيان ده صحيح ولا غير صحيح. ولذلك اول ما تاخد البيان من المنظومه وتنزل على ارض الواقع تعمل جشن على هذه المساحات هي مظبوطه ولا لا، هتبص ساعتك تلاقي الدنيا مظبوطه، لان هو خايف لانه مش عارف يعني يعمل تضليل لاي لجنه نزل عنده، مش هيعرف يعمل اي تحايل، فهنا كله بيلتزم لانه هو مسؤول مسؤوليه كامله، لانه بيدخل على التابلت رقم سري يعني بيقول لك فلان فلان هو اللي دخل المعلومه دي في الساعه الفلانيه، فكده هو مسؤول مسؤوليه قانونية وإدارية عن هذه المعلومات اللي تم وضعها على هذه المنصة. يعني دكتور محمد حضرتك وضحت لنا كل حاجة فيما يتعلق بالتحول الرقمي لطبعا أو كارت الفلاح، وأكيد استفدنا كتير قوي من حضرتك. كل الشكر ليك دكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة.